الحمد لله، كما قلت لك يعني منزل بورقيبه اليوم اثبتت ورات للعباد الكل في منزل بورقيبه اللي عندنا جمعيه يعني محترمه جدا. الهزيمه ما كانتش سهله، بالنسبه للفوز النادي الافريقي ما كانش سهل. الاولاد نحب نشكرهم الكل، اطار فني، هيئه، جمهور اللي جانا من كل بلاصه بالاخضر وابيض. الحمد لله، ان شاء الله مبروك للنادي الافريقي وحظ اوفر لنا احنا، ان شاء الله نرجعوا منزل بورقيبه بلاصتها الحقانيه. هذا مستوى منزل بورقيبه اخويا، مش في الديفيزيون كات. والله عندي جمعه كامله، انا تونس الكل تسال فيا على عمر 44 روتي، راه عنده حقيقه كعود واحد كما نعاودها منظم، واحد لاهي بروحه قدره ربي يعني، ويترين مليح فهمتني، قدره ربي يعني يلقى الواحد يلقى الفورم ويلقى كل شيء فهمتني. الحمد لله كل هذا كل من فضل ربي. تربي رجع منزل بورقيبه لبلاصتها، ومن بعد لكل حديث حد. منزل بورقيبه عنده 10 سنين تو هي موصله ميساج للتيرا، كي تخرج من هنا صور بالله التيرا ذا. اليوم تمنيت يعني كان جاء التيرا نتاعنا حاضر، يمكن راهو كان عرس كروي كبير ياسر فهمتني، يعني ما تشوفش العباد في السطح وما تشوف حد شيء. ان شاء الله يعني من موقع هذايا السيد عبد اللهوي والي بن زرت ومو يزربنا على الوليدات الصغار هذوما فهمتني، عندهم مستقبل ومو تيرا باهي وقردا وجزمهم تجي هاك شفت. حاجه اخرى اخويا انا نحب نقول حاجه، ان شاء الله العباد اللي جات اليوم واللي جات جمعه كامله تبع فينا في لونترينمون، ان شاء الله يبقاو للي نطلعوا للي هذه حقيقه منزل بورقيبه. مش خاطر مناسبه ناس كل جاوا وتلموا يد واحده، هذه منزل بورقيبه هذه راهي قوتها في اللحم هذه وفي الرجال هذه فهمتني، راهي منزل بورقيبه بلاد الرجال وكاهو. الملعب الافريقي منزل بورقيبه والنادي الافريقي، نحن كما تعرف الناس الكل وما نكذبوش على بعضنا، ولايه بنزرت 90% يحبوا النادي الافريقي. نحن فما جوارات معانا يموتوا على النادي الافريقي، ساعات ما يجيوش يترينوا ويمشيوا يتفرجوا في النادي الافريقي. شفتهم لعبوا في الماتشوات وكانوا رجال والحمد لله فهمتني. اغزل لي راهو بالنسبه لي انا راني صحيح انا نحب النادي الافريقي ونموت على النادي الافريقي، اما راهي منزل بورقيبه امي قبل الناس الكل، قبل امي الحق انا. شكرا.